دينا بعض الاخبار السريعه قبل يعني كالعاده ما نخش على نشوف الصحف العالميه قالت ايه. عندنا اخبار سريعه ومن هذه الاخبار خبر يعني يخص المدرب الكبير كارلوس انشيلوتي. انشيلوتي الحقيقه المدير الفني للريال، يعني الفتره اللي فاتت كان في اشاعات، مش اشاعات، كان في بعض التقارير بتقول ان هو هيكون المدير الفني الجديد للمنتخب البرازيلي بدايه من الصيف اللي جاي. انشيلوتي قال في تصريح مفاجئ الحقيقه لاذاعه راديو 1 بخصوص ما تردد عن اتفاقه مع الاتحاد البرازيلي، وقال كلها مجرد شائعات، اشعر بحاله جيده جدا في ريال مدريد. اضاف كمان ان احنا بدانا الموسم بطريقه رائعه ونامل ان نواصل بهذا المستوى. زي ما قلت لحضراتكم كان في مصادر من الاتحاد البرازيلي نفسه قالت إن أنشيلوتي سيحل بديلا عن المدرب المؤقت للمنتخب البرازيلي فرناندو دينيز عقب طبعا انتهاء عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد في صيف 2024، على أن يستهل طبعا مهمته مع المنتخب البرازيلي في بطولة كوب أمريكا القادمة. الحقيقة طبعا أنشيلوتي بيتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا الحقيقة برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن جيرونا في المركز الثاني وثلاث نقاط عن الغريم التقليدي برشلونة صاحب المركز الثالث. نادي ريال مدريد كمان تلقى نبأ الحقيقة جيد جدا النهاردة بخصوص جاهزية نجمه الشاب أردا جولار. أردا جولار الملقب الحقيقة بميسي تركيا، ده طبعا قبل انطلاق مباراة الكلاسيكو المقرر ليها إن شاء الله يوم 28 أكتوبر الجاري. وتعافى التركي أردا جولار من الإصابة في عضلات الفخذ اليسرى، اقترب بشدة من العودة للمشاركة تاني في المباريات. وقالت التقرير إن جولار أصبح لا يشعر بأي ألم وسينضم للتدريبات الجماعية مع الفريق الأسبوع ده، وأوضحت إن بعد 103 يوم الحقيقة من الغياب قد يتواجد جولر ضمن قائمة ريال مدريد أمام إشبيليا في المباراة المقبلة بالدوري الأسباني، وقد تتأجل عودة النجم التركي إلى موقعة سبورتنج براغا، ده طبعا في دوري أبطال أوروبا، لكن من المؤكد أنه هيكون جاهز للتواجد في الكلاسيكو أمام برشلونة.